في عناوين الظهيرة، أهالي عمشيت يحتجون على توقيف عناصر من شرطة البلدية بعد التعرض للنازحين. مجلس الوزراء يرجئ البحث بالإعفاءات الضريبية إلى الجلسة المقبلة. بري لتطبيق اتفاق الطائف. أفضل من الموجود مش موجود. الأسد لم يطلب مني بوتين ترك السلطة. They never said a single word regarding this. قصة شعر هولندا ب10,000 يورو والفرنسيون يسخرون. كل التحيات وأهلا بكم إلى نشرة الظهيرة من قناة الجديد في بيروت. بعد تناقل صور على مواقع التواصل للنازحين السوريين موثوقي الأيدي وراكعين أرضا أمام جدار في بلدة عمشيت ليلة أمس في مشهد أثار الرأي العام تجاه ما اعتبر نموذجا لانتهاكات يومية يتعرض لها اللاجئون في لبنان، جرى توقيف 5 من عناصر الشرطة في بلدية عمشيت للتحقيق معهم في الحادث، ما دفع عددا من المواطنين في عمشيت إلى أغلاق الأوتوستراد بعيد الواحدة ظهرا احتجاجا على هذا التوقيف. حكوميا، مجلس الوزراء انعقد على نية جلسة عادية أرجئ خلالها مناقشة بند الإعفاءات الضريبية للشركات الكبرى إلى الجلسة المقبلة، فيما حضر تلوث الليطاني على الطاولة من خارج جدول الأعمال. أما في المواقف السياسية فقد شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على ضرورة الالتزام بالطائف، وقال أن الاتفاق ليس قرآنا ولا إنجيلا، لكن ليس هناك أفضل منه الآن، لذا علينا تطبيقه، وهذا كلام نهائي. ولفت بري أن للبنان في ذمة العرب الكثير، ونحن لا نطالب بالفوائد بل برأس المال المقرر لبلدنا. البداية من التطورات في عمشيت وتفاصيل مباشرة من هناك تنضم إلينا الزميلة جوال حج موسى. جوال، أهلا بك. تفاصيل هذا الاعتصام، هل انتهى وما يعني وما خلفياته بالتحديد؟ نعم رامز، الاعتصام لا يزال قائما على مفرق عمشيت. أهالي بلدة عمشيت تجمعوا أمام المفرق وقطعوا الأوتوستراد لبضع يعني دقائق أو نصف الساعة، ولكن سرعان ما فتحت قوى الأمن الأوتوستراد، ولكن هناك زحمة سير ملحوظة أثر هذا التحرك. يذكر أن أهالي البلدة قد تجمعوا احتجاجا على توقيف 5 عناصر من شرطة البلدية على خلفية صورة للنازحين السوريين تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكلف على اثرها وزير الداخليه والبلديات نهاد المسلوق قائد منطقه جبل لبنان بقوى الامن الداخلي المباشره فورا بالتحقيق في تجاوزات تجري بحق النازحين السوريين. ويذكر ان البلديه كانت تنفذ منذ فتره عده مداهمات الى بيوت بعض النازحين السوريين. تم توجيه كتاب من وزاره الداخليه الى رئيس البلديه، رئيس بلديه عمشيت، لوقف هذه التجاوزات وعدم اساءه استعمال السلطه من قبل عناصر شرطه البلديه. قيل وكما ظهر في الصوره التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ان عناصر الشرطه عمدوا الى اخراج بعض من السوريين المقيمين في عمشيت بالقوه، والصوره اظهرت انهم يعني اظهرت ان عناصر الشرطه عمدوا الى تركيعهم واعتقالهم بطريقه وصفت بالتعسفيه. حتى الساعة الاعتصام لا يزال قائما في انتظار اي تصريح من رئيس البلدية او المعنيين. شكرا لك جوال حج موسى على كل هذه المعلومات، وعلى كل حال سنكون معك في حال اي تطور. انطلاق اعمال مؤتمر الاقتصاد الاغترابي في فندق الموفامبيك برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري واتفاق الطائف ابرز الحاضرين.
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال افتتاح مؤتمر الاقتصاد الاغترابي أن لبنان سينتصر على سياسة التضييق الاقتصادي بفضل جناحيه المقيم والمغترب. كما أطلق الرئيس بري سلسلة من المواقف المحلية والإقليمية، مؤكدا أن الحل الوحيد في لبنان هو تطبيق اتفاق الطائف. كان العرب يعمرون مقابل إسرائيل التي تدمر، إنما بقي لنا في ذمة العرب الكثير ولم يدفع لنا. نحن لا نطالب بالفوائد، نطالب برأس المال. إنني بالمناسبة أدعو إلى السير في خارطة الطريق، وهذا تماما بنود الحوار، وهذا تماما بنود الحوار، تبدأ من انتخاب رئيس الجمهورية ومن إقرار قانون انتخابات بلدية نيابية. حال البلدية طبشتنا كيف يلحظ موقع الاغتراب وتمثيله ودوره والكوتا النسائية وخفض سن الاقتراع وإلى إجراء انتخابات طبعا مع تشكيلة حكومة اتحاد وطني كان قد لحظها اتفاق الطائف. ما حدا يفكر إنه حدا عم بفكر أو مسمح له يفكر بشيء تأسيسي. الالتزام دائم وقائم باتفاق الطائف، وهذا رأيي. يا أخي اتفاق الطائف منه قرآن ولانه إنجيل، ولكن ما حدا وارد عنده الآن، لأنه أفضل من الموجود مش موجود. على شو بكايمين أنتوا دفتوا لاتفاق الطائف؟ نفضوا اتفاق الطائف وطعوا بعدين قولوا إذا كنا بدنا نطوره أو بدنا نحسنه أو بدنا نعدل فيه. إننا في لبنان لازلنا نستدعي تصحيح العلاقات العربية. إننا في لبنان لازلنا نستدعي تصحيح العلاقات العربية والخليجية والسعودية تحديدا وعدا ونقدا. بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وإعادة بناء الثقة فيما بينها، لأنها تشكل ضرورة لبنانية وسورية ومصرية وعراقية ويمنية وبحرانية، إضافة إلى أنها ضرورة سعودية وإيرانية. وتطرق بري في كلمته إلى قانون العقوبات الأمريكي لملاحقة حزب الله، وأعرب عن عدم وجوب معاقبة بلد بأكمله وأحزاب وطوائف بسبب بعض الأفراد. من جهة ثانية، أكد حاكم مصر في لبنان رياض سلامي في كلمة خلال المؤتمر على استقرار الوضع المالي في البلاد: لقد قررت الحكومة اللبنانية تخصيص بورصة بيروت، كما تستعد هيئة الأسواق المالية لإطلاق منصة إلكترونية للتداول بكافة الأدوات المالية، وسيكون هناك إمكانية للتداول والتعاطي مع هذه المنصة الإلكترونية في كل أنحاء العالم، مما يتيح للبناني غير المقيم أن يستثمر بأدوات مالية لبنانية من أسهم وسندات حكومية وتجارية. هذا وقد حضر المؤتمر أكثر من 550 رجل أعمال لبناني من بلاد الاغتراب ومن دول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وأوروبا والقارتين الأمريكيتين. وسيشهد المؤتمر تكريم 10 شخصيات لبنانية اغترابية من أصحاب الإنجازات والمساهمات في تنمية الاقتصاد اللبناني. مجلس الوزراء عقد جلسة عادية انتهت منذ بعض الوقت. أجواء الجلسة ومقرراتها مباشرة من السرايا الحكومي. ينضم إلينا الزميل باسل العريضي. باسل، أهلا بك. استمعنا منذ قليل لتصريح وزير الإعلام، معلومات إضافية حول هذه الجلسة لديك، تفضل. يعني بالواقع رامز، هذه الجلسة كان هناك عدد من البنود اللي عليها بعض الإشكاليات والتي كانت قد تكون مصدر خلاف ونقاش داخل مجلس الوزراء، تحديدا في موضوع التجديد لشركتي الخلوي. كان أيضا من خارج جدول الأعمال موضوع الليطاني. هذا الأمر طرح داخل مجلس الوزراء وتم تأليف لجنة لمتابعة هذه القضية، كما تم النقاش بحسب ما فاد وزير الداخلية عند خروجه من هذه الجلسة على أنه تم التطرق داخل مجلس الوزراء إلى موضوع أزمة السير في لبنان، ويجب
وكان الحديث والتأكيد على ضرورة معالجة فورية لمداخل العاصمة. أما في الشق الخلافي كما الذي هو موضوع الذي يتعلق بالتمديد للهاتف الخلوي، تم تأجيل هذا الموضوع إلى جلسة المقبلة في 27 تموز، هي مخصصة للاتصالات على أنه يناقش فيها كل العقود الموقعة مع أوجيرو الإنترنت غير الشرعي والتمديد لشركتي الخلوي. خلال هذا النقاش كان هناك نقاش وسجال بين الوزيرين بطرس حرب وجبران باسيل على خلفية المنقصات وعملية التمديد لهذه الشركتين. بحسب ما أشاد الوزراء عند خروجهم من هذه الجلسة على أنه كان النقاش من قبل وزراء التكتل التغيير والإصلاح ينصب في اتجاه الأمور التقنية، كان الوزير بطرس حرب يرد عليهم بالموضوع السياسي، وما أدى إلى بعض السجال والنقاش بين الاثنين. وأكد الوزير جبران باسيل عند خروجه من هذه الجلسة على أن هناك مخالفات ارتكبها الوزير بطرس حرب، مخالفات أو بعض الأمور البنود التي أضافها إلى هذا إلى المناقصة يخالف الاتفاق الذي عقد في مجلس أو الذي تم الاتفاق عليه داخل مجلس الوزراء في وقت سابق. على أي حال رغم عند اشتداد هذا السجال والنقاش تم تحديد 27 تموز جلسة مخصصة للاتصالات على أن تتطرق أيضا إلى الإنترنت غير الشرعي. وخلال هذه الجلسة في موضوع الإنترنت غير الشرعي بحسب الوزراء وزراء التكتل التغيير والإصلاح على أن لدي بدأ مناقشة هذا الموضوع أو طرح هذا الموضوع، كان رد وزير بطرس حرب وزير الاتصالات على أن هذا الأمر أصبح في يد القضاء، لماذا يناقش داخل مجلس الوزراء؟ أيضا في موضوع آخر هو موضوع المحارق أو المعامل فرز النفايات في بيروت، أيضا تم تأجيل هذا الموضوع إلى وقت آخر. يبقى أن نذكر رامز على أنه الاثنين ب 18 تموز هي جلسة مخصصة لمناقشة الموضوع المالي الذي كان قد عقد خصص له جلسة منذ يومين، تكون جلسة أيضا عادية ب 21 تموز، ب 27 تموز جلسة كما ذكرنا مخصصة للاتصالات، وب 28 تموز جلسة عادية. شكرا. يعني ستكون هناك زحمة اجتماعات لمجلس الوزراء على أن يكون طبعا في البعض منها سيكون بعد انتهاء القمة العربية في نواكشوط. شكرا لك الزميل باسل العريضي على كل هذه المعلومات، حدثنا مباشرة من السرايا الحكومي. أكد الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة مع تلفزيون NBC نيوز أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتحدث مطلقا معه عن ترك السلطة على الرغم من الضغوط التي تمارسها واشنطن لرحيله. وأضاف الرئيس الأسد أنه غير قلق من أن يعقد بوتين ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري في موسكو اليوم اتفاقا للإطاحة به من السلطة، مؤكدا أن السياسة الروسية لا تقوم على إبرام الصفقات وإنما تستند إلى القيم. Definitely, the Russian support of the Syrian army has tipped the scales against the terrorists. That's it's the crucial factor. It is definitely. At the same time, Turkey and Saudi Arabia has sent more troops since that Russian legal intervention started. But in spite of that, it was the crucial factor, as you just mentioned. So you owe President Putin a lot. Everyone who stood beside us, Russian, Iranian, and even the Chinese stood, but each one in its own way, whether political, military, or economical. Because it's not one factor. You cannot only talk about the firepower or the human resources. It's a multi-factor issue. All those countries supported Syria, beside other countries supported to a lesser degree. To be clear, neither Foreign Secretary Lavrov nor President Putin has ever talked to you about political transition, about a day when you would leave power. That's never come up. Never, because as I said, this is related to the Syrian people. Only the Syrian people define who's going to be the president, when to come and when to go. They never said a single word regarding this. أهلا بكم من جديد. الحزب التقدمي الاشتراكي يعقد مؤتمرا صحفيا يفند فيه موقفه من سلسلة قضايا خدماتية مرتبطة بالعاصمة بيروت. أعلننا بشكل قاطع رفضنا المطلق لأي شكل من أشكال التعدي على الواجهة البحرية للعاصمة بيروت. كما أعلننا أيضا رفضنا المطلق لإبقاء مسلخ بيروت مقفل. واليوم نضيف
إلى هذين الموضوعين موضوع جديد، هو موضوع حرش بيروت، حيث بوشر بإنشاء المستشفى الميداني المصري في حرش بيروت. في هذه المواضيع الثلاث نقول: نرفض إبقاء المسلخ مقفل، نرفض إقفال المسبح الشعبي في الرملة البيضاء، ونرفض رفضا قاطع إنشاء المستشفى الميداني المصري في حرش بيروت. بيروت أصلا كعاصمة تفتقر إلى المساحات الخضراء وتفتقر إلى الساحات العامة والمنتزهات العامة. ذكرت صحيفة السفير أن قيادة التيار الوطني الحر قد اتخذت قرارا بطرد القيادي زياد عبس من التيار نهائيا، وتجميد عضوية مسؤول التيار في بيروت الأولى أي الأشرفية جورج تشاجيان لمدة 3 أشهر، وذلك على خلفية الخلاف المستحكم بينهما وبين قيادة التيار وخصوصا رئيسه الوزير جبران باسيل ونائبه نقول الصحناوي، والذي ظهر إلى العلن خلال الانتخابات البلدية الأخيرة. مشروع قناة ري نهر البارد من نعمة إلى نقمة، والأهالي يطالبون المعنيين بالتدخل. شكا أهالي بلدة العمارة والقرى المجاورة في منطقة سهل عكار من الروائح الكريهة والحشرات التي تنبعث من مشروع قناة مياه ري نهر البارد الذي يخترق بلدتهم حتى نهر عرقة، ولفتوا إلى بدء تفشي الأمراض بينهم نتيجة الأوساخ والمياه الآسنة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى الإهمال المتعمد من قبل مصلحة الري وعمالها. أنا هذيك الأسبوع صورته على التليفون، قلت بدي نروح فرجيه للمحافظ، سأل على المحافظ مرتين، المحافظ مدري وين كان مشغول، ما قدرت فرجيته اياهم. وزير الصناعه يجي يلم بلاستيك من عندنا من هون بيفتح فيه معمل. البلديه ما لها علاقه البلديه فيه، هذا شيء خاص للدوله. انا اول واحد خيي عم بيصير معه ضيق تنفس، عم تعلى دقات قلبه لل 170، عم بيصير معه دقات قلبه 170 من وراء العبقه والريحه اللي عم تيجي لهون. المي استاذي بدك تقول اكبر وباء على المنطقه كلها سوا، حولي صغيره تحت عندنا بالمنطقه، اولاد لعبوا بهذه المي تقريبا ضربها مثل جرب، كل الاوقات انه ديات الامور فينا اكبر من سيه. هذا المشروع اداره المسؤوليه عن مشروع الري اداره فاشله، مجرد ما المزارع بده مي يسقي بيقطعوا الري، بدهم يعجلوا الري، بيكون المزارع بيمس الحجره نقطه مي. وناشد الأهالي وزراء الزراعة والصحة والبيئة ومحافظ عكار التدخل سريعاً لوضع حد لهذه المعاناة، ملوحين بالتصعيد في حال لم تبادر الجهات المعنية لحل المشكلة. أحييكم من جديد. أعلن تنظيم داعش الإرهابي عبر وكالة أعماق التابعة له مقتل القيادي البارز في صفوفه أبو عمر الشيشاني بمعارك في مدينة الشرقاط أثناء مشاركته في صد الحملة العسكرية على الموصل. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون أعلنت في آذار الماضي أن الشيشاني الذي وصفته بأنه وزير الحرب في التنظيم قد قتل في ضربة جوية أمريكية استهدفته في سوريا. أعلنت واشنطن وإسلام أباد أن طائرة أمريكية من دون طيار قد شنت غارة في أفغانستان أسفرت عن مقتل خليفة عمر منصور الذي يعتبر العقل المدبر لهجمات عديدة أدمت باكستان، أبرزها هجوم استهدف مدرسة عام 2014 أسفر عن مقتل أكثر من 130 طفلا. وبحسب الجيش الباكستاني فإن عمر ناراي المعروف أيضا باسمين هما خليفة عمر منصور وخالد الخراساني قد قتل في غارة أمريكية استهدفته شرقية كابول. تعرض الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لحملة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت صحيفة فرنسية خبرا مفاده أن مصفف شعر هولاند يتقاضى نحو 10,000 يورو شهريا، مع العلم أن متوسط دخل الفرد في فرنسا هو 2130 يورو شهريا. وقد أثار هذا الخبر موجة من السخرية والتهكم، وسخر مستخدمو موقع تويتر من كل ذلك وحولوا صورا وتسجيلات فيديو تظهر هولاند بقصات شعر تشبه قصات نجوم الروك وأشكال أخرى متنوعة مثل شعر ملكة إنجلترا أو قصة لاعب نادي باريس سان جيرمان السابق زلاتان إبراهيموفيتش. كان
معنا في الظهيرة. أهالي عمشيت يحتجون على توقيف عناصر من شرطة البلدية بعد التعرض للنازحين. مجلس الوزراء يرجئ البحث بالإعفاءات الضريبية إلى الجلسة المقبلة. بري لتطبيق اتفاق الطائف. أفضل من الموجود مش موجود. الأسد لم يطلب من بوتين ترك السلطة. They never said a single word regarding this. قصة شعر هولندا ب10,000 يورو والفرنسيون يسخرون منه. النشرة انتهت. مزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا الجديد دوت تي في، فيسبوك الجديد أونلاين، وعلى تويتر الجديد نيوز. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.